السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي قناة كنا اللي رحمه. اليوم بغيت نشارك معكم كيفاش كنطيب الحريرة ديالي، وغادي يعاوني ولدي ريان كتعجبو الحريرة وبغي يعاوني نطيبو الحريرة. بهاد المناسبة كنوجه رسالة للأمهات أنهم يشاركوا الوليدات ديالهم الصغار الوصفات، كيف كتعرفوا مع الحجر الصحي الوليدات كيقنطوا كيبقاو شادين التليفون بزاف. نحاولوا نغيروا الجو ونخليهم يشاركوا معنا وصفات، وخليكم معايا حتى الاخر الفيديو باش غنعطيكم السر باش كتجي الحريره بنينه وخاطره وما تقيلاش. شنو غنديروا اليوم؟ حريره. مايوتي سي غادي يعاونني باش غادي نديروا الحريره. اول حاجه غادي نحتاج البصله مشلضه، مشلضه رقيق هكذا غادي نديرها، وغادي نزيد واحد جوج معالق كبار ديال الزيت نباتي. ما غاديش نطيب بالزيت البلدي ولا زيت الزيتون، حيت ملي كيطيب كيتقلى يعني كيولي فيه سموم. كنطيب انايا بزيت نباتي. غادي نخلي البصله ديالي غتنزل واحد شويه، وهنايا عندي شويه ديال اللحم. حنا كاينين ثلاثه الناس، ما غاديش ندير الحريره بزاف. غادي نديرو اللحم هكا مقطع، حط لها عين، وغادي نخليوها مزيان. نخليو اللحم والبصله مزيان، من بعد غادي نزيد العطريه البهارات مباشره. رايين عطيني ماما هذه. غادي عندي هنايا سكنجبير، غادي ندير واحد ملعقه ديال سكنجبير. هنايا عندي الابزار واحد الملعقه كبيره. الحريره كتبغي الابزار باش كتعطي واحد المذاق. كيشربها حتى ولدي انا عادي، عطيني حتى تزز عليا الحريره، داكشي اللي قال لي نطيبها معكم نصوروها. هنايا عندي الخرقوم ولا الكركم، عندي واحد تي، غادي ندير واحد الملعقه. نو نمشي سكر نو كل يسالي عطيني صالح. هنايا عندي الملح على حسب الذوق، غادي نديرو هاد نديرو ملعقة كبيرة مع معامراش. ومن بعد منين نذوق الحريرة إلا كانت ناقص الملح كنزيدو الملحة. نخليها تتقلى واحد شي شوية جيدة سير. الحمد لله. عطيني الربيع. هنايا عندي الكرافس والمعدنوس والقزبر، كنت مقطعاهم ومديراهم في الفريغو. عندي هنايا هذا الكرافس كاتشاتا وهذا القزبر. هوي عطيني نحمص. هنايا عندي الحمص من بعد ما فزكته وخليته ليله كامله، ما كنحيدش ليه الجلده حيت كيعجبني بحال هكذا، وحتى ولدي. المهم كل واحد كيفاش كيعجبو الحمص، واش محيد ليه القشره ولا انا كيعجبني ما محيدش ليه القشره. عندي واحد الزلافه حتى من العدس. عدس هذا شناهو؟ فول. هنايا عندي واحد نصف كاس ديال العدس ونصف كاس ديال الفول. حطهم ديال تتغسل شويه دابا تهرسهم. غادي نحرك بحال هكا، خلي بلاتي هذاك خلي دابا تهرسهم. وهنايا عندي مطيشه مطيشه
ديال الشيخ كتعجبو مطيشه. طحنتها بحال هكذا، عندي شي خمسة الحبات ديال المطيشه. حط رينا ديالها صافي، وغادي نحرك بحال هكذا والزيت. هذيك لا خلي غنبدا كيحمق على مطيشه ولدي. المهم غادي نخليها تقلى واحد شي شويه، تقلى واحد شي شويه ونعاودو نرجعو باش نحط نديرو الماء. دابا من بعد ما خليناها تقلات واحد شويه، عندي هنايا الماء ساخن سخون سخون راني غادي عندي هنايا شي او اترونيس ديال الماء. غادي نزيد الماء، عندي اترونيس حتى كره يمسكونه ماما. صافي ماما باستا نسي تروبو، درت اترو نصف ديال الماء وغادي نزيد السمن. نزيد السمن بقى عندي غير شويه ديال السمن. اكتبوا فرماج صافي. دابا غادي نسد عليه، غادي نسد الكوكوط. صافي دابا غادي نسد على الكوكوط لواحد نصف ساعة، وغادي نقص على البوطة. صافي البنات، هنايا من بعد ما طابت الحريرة من بعد نصف ساعة حليت عليها الكوكوط، طاب الحمص طاب اللحم طاب كلشي. راهي مشى كيلعب صافي، مابقاش باغي يكمل معايا الحريرة، قال لي صافي عيت. هنايا عندي باش غندور الحريره غادي نحتاج المايزينا ولا دقيق الذره، عندي ثلاثه ديال المعالق كبار، وعندي الماء بارد. غادي نخلط المايزينا بالماء، ما كنبغيش ندير الدقيق حيت كيجي شو شويه ثقيل. باش غادي نعقد الحريره غادي نعاود نديرها باش كتجي خاطره. غادي ندير المايزينا، وهنايا غادي عندي هنايا طاحت، عندي هنايا مطيشه ديال الحك ولا المطيشه اللي كتكون مصبره. هنايا عندي هنايا شي ثلاثه المعالق كبار، غادي نزيدها على المايزينا. هاد القد هاد المرحله دي كتكون اختياريه، تقدروا تزيدوا هاد المطيشه هادي المعلبه تزيدوها نيشان في الحريره. انا تنخلطها مع المايزينا، ولا كنتو كدوروا بالحريره بالدقيق ديروها مع الدقيق، انا كندير المايزينا. صافي غادي نخلط مزيان. صافي هنايا غادي نزيد الشعريه والروز. هنايا شعريه والروز اختياري، كاين اللي كيبغي يدير غير الروز بوحدو، كاين اللي كيبغي يدير الشعريه بوحدها، انا كيعجبني نديرهم بجوج. غادي نزيدهم على الحريره ونبقى ندور هكا مزيان، ما غاديش نزكع على التحريك، ونقص البوطه مزيان ونخليها طيب على نار مهيله وصافي، ونتلاقاو مني غتوجد الحديده ان شاء الله. هكا غادي ناخذ واحد شويه باش نحيد هاد الشويه. صافي
صافي. وغادي نبقى نحرك ونقص على البوطه مزيان مزيان مزيان. المهم الحريره هي وجدات من بعد ما دورناها كيف كتشوفوا كتجي فاتره. والريحه يا سلام يا سلام الريحه. كيف كتشوفوا ها هي الحريره وجدات سخونه. كتجي خاطرة وبنينة.